ما قرنا يا سبب لو جو يرم دحوينا قرن كأيوه ما ركتا حس الشيء خديسن إنقاب وأبابلن بيل إلهي مركك وقت على جعب صدق مركك أكتر نروح كاس إن أحمد عدو قبوا بالليل جاي قف أن أجين أو نول أو مش هستجنو ما جرتوا عدالة ده حس الرئيسه حلا جاب حق نجع لسكا هنا لسكا إلى شقابك إيو أبابلك قبيل لحلتو يدا رير أحمد عدو قبو بيها يا عدي لهانشيها دول كويا له ديغان كلفوله أو دوان أي شكتين دات كلاب محمود أحمد عدو عمر أحمد عدو حاو أحمد عدو حبيب أحمد عدو وولالو أو كده حيو دول كا أو قد انتي آبوهد كاسي أو وكيشي إلى لنتيسة شيخ محدين قرويني أو ميل مسافة هان أجرته كله دول قيب كميده دات كا لووح برو قويس كرير أحمد عدو أيا شيغي يا إن شخصياد هوان شاتي دولديد أي قدال كري حيان شيخ محدين أو أي ربان إن مقعيسا أي كوبوبان دولكا ما داما أو وكيلكا أها وحانا أي شيغين إن محكمة دا أي أسو حكونتي دولكا كدب موران دير أو كسو قدبي هير نبادون نمو إياغو أو شيغي إن وح عدايما أي سنلا إيمانين محكمة دا سيداسنا محكمة دا أي أغو حكونتي رير أحمد عدو دحلتو يدا رير أحمد عدو أيا سو بندقاي دكومينت يدا هيرر ككل دوان اي محكمة دا لغا سو بلابا عصيقا إلا فولين تا حكم كا دعوة دا كواسي أو كسو بحي محكمة دا لغو قادي دعوة دا أو هوستكتا مامول كا كوفر قلبت سوماليا محمود أحمد عدو واكوي تضباطن جر كسو كوري لولكا وحانا او كورمي ياه تاريخ دا لولكا أنا قو اي محمود أحمد عدو كوفكاس أنا جيد قويي أنا فلاي شيخ محدين محمد جوجين وأما قناي ما هان دقي أنو دقن أو إيه محمد أحمد عدو قبو بأنو كو هو دقن وحب سوى قلي شيخ محدين وحب نصار قوف نصارا نو قطي ما دام أصدتك ميش جوجين نو حقي أو أنو أسلهين وداد كان وحديدكي نوايهي ولا شي نواغبيا لولك أصفق بحا أدي بي أذا أحمد عدو لها شديسا وحال إسكالها يهير أحمد عدو قبوبي ما سان أقلي بني هدان كصوت دونني أو مددين دماتي وحور قوف دين ما يهير أحمد عدو قوف واكا قردي واكا قردي ونكون وحال لحنا نقام قدان أبهين وادر دارم هدو دمائي وفق واحدين هاي شيخ محدين قرويني الداد مقاد وحنا إريوري عوسك إيو إلهيكو مغادي وحي منافعيت كيسا واكو فسحان تهي عرادة سأنا إسكاله عرادة يا رحمد عدو بالي ونوك نساسو نوو شاقي ملقاد حيوك هشين ساساتو قدوني سينو نيري الدان اتقني وحوري مقا قوفك يا رحمد عدو ومهاي واكا قردي ما دام أوساسيري أخيارنا إلى صعوتو أنا أفر ودادو أنو كعدينا أنا لصعوتو أفرتي ودادو والا الدري أفرتي ودادو والا الدري وعلو الدري ودادو أسوك غرابة ديسا أو إيه وغرابة ديسا هوسا أدائي الله أدلين واركي واكا ديدي أدو كديدي واكا تغين وحويرهين وحيرهين للكاس واكو فسحنتهين وداد كاس ورواكا ويني عمر أحمد عدو وحا او كميديا هاي دحلتو يدا رير أحمد وحا او كورميا سيدا كيس كالولكن او كدحيا لابد دمر اه ايا لابرقا او ولالا اه او اسو مري لنا عشر عقا وحا نوفر هاوي سوضي انا هين انا دعوونو ما دام ان حيرين انو ان ماشا دي كتاتو اما ديب كالوغو انو حيرين انو تاس ايان دعووني وحا نرجي او قراني محكمة دا قبل كالشابي لادا هوسي درجة كوات تاريخ مركي هذي سديد بيش سدح الله باتن إيه الله وذي سنة مركو هلاطن إلا بو سنة كان ويا أيام دعوة داس قرنا محكمة دقي سنة وحكسو جوابشان إيه طبعا كبيش سدح إسلا سنة كان أيو كسو جوابي وحفر دعوة دا كواد فرق كواد اللي اسمه ده تطوي طبعا كبيش سدح سنة كان كديب فرق يب كل دوان أو دعي لا تنك بشي يشان تبشي أفراد لا تنك بشي سدحات يشان تبشي أفراد يشان تبشي أفراد محكمة دو أو أي كوبجو كاي قدومية محكمة دو يكالي ياشي سطبعا
waxa soo baxay xukun maxkamad 17 bishii 4aad 2020 19 bishii 5aad waxa la ansixiyay xukunkaas oo waxa ka dhamaaday xilligii ay maxkamadda ka qaadalayeen rifcaanka oo dacwadaas dib loogu laaban lahaa waxa u buuxsamay xilligii 12 bishii 5aad waxaan qoranay arji fulin in loo fuliyo xukunkii dhacay 14 bishii 8aad waxa soo baxday amarka fulinta 17 bishii 9aad waxa soo baxay amarka taliyaha qaybta koonfur galbeed ee booliska Soomaaliya 12 bishii 9aadna waxa loo fuliyay amarkii maxkamadda oo sidaas ayay ku tageen ciidamadii oo amray taliyaha ciidanka koonfur galbeed intaas kadib waxaan uga soo tagnay meesha si nabada waxaan calaamaysanay dhulkii aan anagu lahayn wax yar kadib waxa ay sameeyeen isku imaasho u abaabulan qaab beereed ama qaab laakiin iyagu ay u bixiyeen qaab xer annagu sa aan u aragno qaab beereed maadaama aan naqaano dadka ka hadla meesha dhamaantood iyo waxa ay wadaadka u yihiin waxay qabteen idaacaday wacdeen meeshii ka hadleen calaamadihii aan dhiganay baabi'iyeen intaas markay sameeyeen kuma ekaanin waxaa ka hadla meesha oo si hanjabaad iyo ah midaas markaan dib ugu noqdo taariikhda wadaadka Sheekh Muxuddiin waa nin da'a oo culumo ah khayr Allah siiyo ummadda waxbaray welina waxbaradii ku jira waxaan qiyaaseynaa inaysan ahayn maskaxdiisa iyo rabitaankiisa waxyaabaha annaga nalan ku haysto waa markaan xuso kuwa ugu kulul oo aan isleeyahay mabda'iyan iyaga iska leh falsafada liidiin adeegsanayo ama maskaxda wadaadka iyaga ku shaqaysta aan isleeyahay waa nin la yiraa Axmed Maxamed Lafoole ama Lafoole iyo nin la yiraa Cabdi Calasow oo labaduba la taagan idaacadaha oo aan qarsanayn inay sheegtaan kaaran madaxtooyo iyo awood dowladeed iyo handadaad wax ay qarsadaan maaha maalin walba la taagan yihiin meel kasta oo nanu kaga yeerana iyaga nooga horeeya waxa nala dacwoonaa maba aha wadaadka waa iyaga sida cad haddaba sidaas awgeed waxaan rabaa qodobka koowaad in baaqyada ay direen oo ay u direen madaxda qaranka oo u eg qaab qabiilaysan iyo qaab qaranba ay u direen wixii ka yimaada inay iyagu leeyihiin kow madaxda qaranku si uga jawaabayso baaqyadooda iyagaa yaqaana annaga ma aha federaalka meesha aan maaragta wadanku waa federaal waxaana la ka xukumaa koonfur galbeed Soomaaliya oo goofkeenu ka tirsan yahay qoyska reer Axmed Cadow ayaa ka codsaday madaxda dowladda in aan lagu qaldin dhulkaasi oo ah dhaxaltooyo ay leeyihiin reer Axmed Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho